الحمية حمية الجاهلية، ومن الأنعام حمولة وفرشا. بهذه التلاوات العطرات النموذجية جاءت الاحتفالية بتخريج 32 حافظا لكتاب الله أكملوا حفظ القرآن الكريم بخلوة نور الأبصار لتحفيظ القرآن وعلومه الشرعية. وبعد الكلمة الترحيبية التي قدمها فضل عثمان عبد النبي، جاءت كلمة مؤسس الخلوة آدم محمد حسن مختار، الذي أكد أن الخلوة منذ تأسيسها في العام 2011 خرجت أكثر من 100 حافظ لكتاب الله، كما طلب من أصحاب الأيادي البيضاء مساعدة الخلوة وبنائها حتى يتمكنوا من تقديم المزيد للتلاميذ. كلمات قدمت من قبل الحضور عبروا خلالها مساندة مؤسس الخلوة الذي بدوره ساهم وما زال يساهم في تعليم الأبناء العلوم الشرعية وتحفيظهم القرآن الكريم. واختتمت المناسبة بتوزيع شهادات للخريجين وسط أجواء سادتها الفرحة وصاحبتها مدائح نبوية. في رحاب حلقة عباد الرحمن للعلوم الإسلامية، احتفل أتباع هذه الحلقة بمولد سيدنا محمد الهادي البشير أفضل وأكرم خلق الله، وتخللت المناسبة قراءة آيات من الذكر الحكيم، ووصف خير البشرية ورسول الإنسانية بمدايح نبوية مميزة، كما تداخل عدد من مشايخ الطريقة التجانية مشيدين بأهمية مولد خير عباد الله والالتزام بالعقيدة والقيم الإسلامية وتطبيقها في الحياة اليومية. ومن ضمن فعاليات الحفل تخريج وتكريم دفع من الدعاة والداعيات البالغ عددهم 45 داعية، 15 من فئة النساء و30 من فئة الرجال، جميعهم تخرجوا من مركز حلقة عباد الرحمن، حيث تحدث مرشدها الشيخ إسحاق محمد زكريا ذاكرا محاسن رسولنا الكريم باعتباره شيخ الدعاء، وعلينا اتباع سنته. والكلمة الختامية لفعاليات الحفل كانت لممثل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ ألقوني جدة جبريل، طالبا من الدعاة والداعيات تطبيق الشريعة بحذافيرها، كما ندد وشدد نبذه الخلط في الدين ومنع التطرف والغلو والعودة إلى حق الوسطية وممارسة الدين على منهج وسنة رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم.